جريدة الشرق من الصحف الأوسع انتشارا في قطر، ويعمل لإخراج الصحيفة لنا كل صباح فريق كبير من المحررين والتقنيين. انقسم إعداد الصحيفة إلى مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تحريرية بالكامل، تبدأ بتوجيه المحررين من قبل رؤساء الأقسام بتنفيذ السياسة التحريرية المتبعة في الحصول على المعلومات سواء كانت أخبار أو تقارير. بعد إعداد المواد التحريرية والصحفية تبدأ مرحلة الإخراج والتنفيذ، وأيضا المراجعة والتدقيق لتصبح الجريدة جاهزة للطباعة. تكمل مرحلة ما قبل الطباعة بإعداد المادة التحريرية وتحديد شكلها ونقلها إلى قسم الإخراج لوضع الشكل الفني للصحيفة. عندما يقوم قسم الإخراج بوضع الشكل الفني والإخراج للصفحات، تنقل مباشرة إلى قسم التدقيق اللغوي، وهو القسم المعني بسلامة المادة التحريرية من الناحية اللغوية البحتة. وعندما يكمل قسم التحرير عمله، تعود المواد المراد نشرها إلى الصفحات المخصصة، وبعدها تصبح متاحة لقسم التنفيذ ليبدأ عملية إعداد الصفحات في شكلها النهائي، تمهيدا للدخول إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الطباعة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، مقولة تبدو واضحة جدا في عالم الصحافة المطبوعة. عامل التوقيت هو من أكثر العوامل الحساسية في الصحافة المطبوعة، ويعتبر قيد وعقبة عانت منها الصحافة كثيرا، وأعطت وسائط الإعلام الأخرى ميزة نوعية على الصحافة المطبوعة بسبب التوقيت، لأن أي صحيفة في هذا العالم مقيدة بزمن السطور لا تستطيع الانتصار، وكل صحيفة لها ديد لاين أو ديد تايم معروف لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف. فيمكن التأخير نصف ساعة ساعة كاملة، لكن أكثر من ذلك يعني الخطر، يعني أن نفاضل بين أن يصدر الخبر الجديد أم الصحيفة. الوقت، ضغط الوقت، لأنه مثلا مرات في مباريات تخلص الساعة 10 بالليل، صورت المباراة تبدأ الساعة 8:30 بالليل، تخلص الساعة 10:30، فيها مؤتمر صحفي بعده، أنت مطالب أنك في الوقت أنك تبعث الشغل من الملعب حتى لا يتأخر هنا في الليل. بعد عمل شاق ومضمن وليلة طويلة، أصبحت الصحيفة جاهزة للطباعة. بقي أن تنتقل عبر خطوط الإنترنت إلى المطابع في المنطقة الصناعية، حيث تتم عمليات الطباعة ابتداء من 9:00 مساء إلى 2:00 PM. إذن ننتقل معكم إلى هناك. مرحلة الطباعة هي المرحلة الأخيرة من إعداد الصحيفة، تبدأ بإعداد الأفلام ومن ثم الطباعة، وأخيرا تجميع الملاحق، وبذلك تصبح الجريدة جاهزة للتوزيع. تمثل جريدة الشرق منذ صدورها في العام 1987 بمثابة ذاكرة للأجيال، وتؤرخ بأرشيفها المميز لمختلف مراحل التطور في دولة قطر.